تعالى في 5 دقايق نعمل وجبة جميلة جدا، وجبة بسيطة وسريعة وكمان تكلفتها أقل من حق سندوتش في بعض المحلات هنا في ألمانيا. أول حاجة جبت سجق 250 جرام، في ناس بتقول عليه سجق وفي ناس بتقول عليه نقانق، المهم جبت الكمية اللي انتوا شايفينها دي. وجبت كيس مكرونة علشان هنحتاجه في الوجبة بتاعت النهاردة. في الاول خالص طلعت السجق سيبته 5 دقايق يفك شوية من التلج اللي عليه، لكن ما سبتوش يفك بشكل كامل، انا محتاج اللي هو يكون متلج بالشكل ده علشان يكون سهل معايا في التقطيع، وعلشان لما اجي اقطعه ما يتفرولش ويتبهدل مني، يبقى ماسك نفسه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما قطعت الكمية اللي معايا كلها قطع صغيرة بنفس الشكل ده كده، بدأت اخش على المرحلة بتاعت تجهيز الطاسة. هولع البوتاجاز على نار متوسطة، مش عالية ومش واطية، وهبدأ احط الطاسة على البوتاجاز علشان انا عايزها تسخن، وهقولك دلوقتي ليه. وبعد ما بحط الطاسة على البوتاجاز بنزل عليها بكام نقطة زيت، وحرفيا كام نقطة مش اكتر، علشان بالفعل السجق فيه دهون كتيرة جدا، مش بيبقى محتاج انك تضيف زيوت، لان لما بنحط السجق على النار الدهون بتاعته بتبدأ تنزل وبتكون كفاية، فهنحط بس نقطتين زيت علشان تسخين الطاسة، وعلشان كمان انا هسخن الطاسة لدرجة حرارة عالية جدا، لان الطريقة بتاعت النهاردة هتكون عن السجق المدخن، هنعمله بالطريقة المدخنة وهيدينا طعم مدخن جميل جدا ان شاء الله. وبعد ما قطعنا السجق وسبنا الطاسة تسخن على النار، دلوقتي هبدأ اقطع الخضروات اللي هستخدمها في الوصفة بتاعتي. وهبدأ اول حاجة بالبصل، هقطع بصلاية بيضة حجم كبير، وفص ثوم، وهقطع طماطماية حجم كبير. ودلوقتي بعد ما قطعت الخضار وجهزته والطاسة بقت سخنة جدا، هبدأ انزل بالسجق على الطاسة وهي سخنة جدا جدا علشان ياخد مني صدمة، والصدمة دي انا عايزها علشان تخلي السجق يتلم معايا ما يتفرولش، وكمان علشان ياخد الطعم المدخن. اول لما بنزل بالسجق بفضل اقلب فيه كده علشان ما يلزقش في الطاسة، وعلشان يتلسع من كل الجوانب وياخد الطعم من كل الجوانب. ومش عايزك تقلق، ممكن يكون باين ان السجق لزق او اتحرق، بس لما الدهون بتاعته تنزل مش هتلاقي اي حاجة من اللي موجودة في الطاسة دي. الطريقة دي احنا بنعملها علشان يدينا الطعم المدخن. وبعد ما شوحته على النار كويس وقعدت اقلب فيه، دلوقتي الدهون بتاعته نزلت اهي ووصل للشكل اللي احنا عايزينه. دلوقتي هبدا انزل بالخضار اللي احنا قطعناه وجهزناه. اول حاجه هنزل بيها البصل، وبعد كده هنزل بالطماطم، وبعد كده هنزل بفص الثوم، وهقلب كل المكونات دي في بعضها كويس جدا علشان كلهم ياخدوا من طعم بعض. وبعد ما الخضار بدا يدبل وينزل الميه بتاعته، اضيف سنه بسيطه جدا من معجون الطماطم، حاجه بسيطه جدا مش كتير، وده بيدي طعم بسيط وكمان علشان اللون. وهفضل اقلب لحد ما الاقي ان نسبة السوائل قلت جدا، هقوم وقف تقليب وابدأ ازود عليه شوية مية. انا في حالتي بزود من ربع كوباية لحد نص كوباية على حسب انا محتاج قد ايه، وهقلب كويس وهقوم مغطي عليه وهسيبه من 5 ل10 دقايق، وكل شوية هبص عليه. وبعد شوية فتحت عليه وطلعت واحدة علشان ادوقها واشوف محتاج ملح قد ايه، وهل هضيف عليه مكونات ولا لا. والخطوة دي مهمة جدا انك تدوق السجق، علشان في سجق كتير جدا بيجي بالتتبيلة بتاعته، انا في حالتي كان محتاج شوية ملح وسنة صغيرة من الكمون. وبعد ما ضفت التوابل بتاعتي هسيبه كمان كام دقيقة على النار، بس المرة دي هسيبه مكشوف من غير مغطي عليه، وده علشان احنا عايزين السوائل تطلع وما يبقاش في سوائل كتير. وهنا شكله بعد ما عدى كام دقيقة باين عليه ان السوائل قلت بشكل ملحوظ جدا. هديله كام تقليبة وهسيبه شوية صغيرين كمان. وبعد ما سيبته شوية كمان ده الشكل النهائي بتاعه، ما تبقاش غير شوية الصوص اللي متبقيين تحت، دول بقى واخدين من طعم الخلطة والخضار والسجق وبس كده. هقفل عليه دلوقتي النار وهسيبه يكمل سواه منه فيه من الحرارة اللي فيه، وهركنه دلوقتي على جنب وهبدأ في الخطوة التانية وهو تجهيز المكرونة. سبت الحلة على النار لحد ما المية غليت، وجبت نقطتين زيت هنزل بيهم في المية، وده بيساعدني علشان المكرونة ما تعجنش وما تلزقش في بعضها. في ناس ما بتحبش تضيف زيت على المكرونة، بس انا بستخدم الحيلة دي علشان ما تلزقش معايا. ونزلت بالمكرونة في المية وهسيبها لحد ما تستوي، وما تنساش تضيف ملح قبل ما تطلع المكرونة بكام دقيقة. وبعد ما المكرونة استوت معايا هبدأ اصفيها من المية بتاعتها بالشكل ده، وكده يبقى المكرونة جاهزة معايا للتقديم، وكمان السجق جهز معايا. هو ده شكله بعد ما خلص. جرب الوصفة دي وصدقني هتدعيلي. يلا بألف هنا عليكم، أشوفكم الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. السلام عليكم.